السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة الروعة من إيكويست، وده برنامج خاص بالإنرجي سيموليشن. آخر حاجة وصلنا لها إن إحنا قدرنا نعمل الشكل اللي إحنا عايزينه، المبنى اللي إحنا عايزينه 2D و 3D، وعملنا سبريتشيت. طيب دلوقتي بقى هندخل في الإنرجي إفيشنسي ميجر ويزارد أو EEM. هنبدأ بقى نقول له الكاتيجوري اللي إحنا عايزين نعمل الـ EEM Run Information. وليكن مثلا هنشتغل على domestic hot water او هنشتغل على البيلدينج انفلوب. فبيقول لك الميجر تايب هيبقى عباره عن ايه، الروف ولا الويندو ولا سكاي لايت ولا الاكستيرير وول. خلاص اخترنا احنا الاكستيرير وول وهقول له اوكي، فبيبدا يعمل الاكستيرير وول، وده الاسم بتاعه، تقدر انت تغير الاسم دوت. الميجر تايب بتاعك تمام، عايز تغير الاسم بتاع البيس لاين ران نيم، هقول له كريت ران تمام. ونروح نضيفين مثلا الانترنال لود، والميجر تايب بتاعنا الدي لايت، وابلاي ميجر تو مثلا الاكستيريور رول. اوكي، فبقى عندنا دلوقتي حاجتين اهمت، ده خاص بالاكستيريور رول وده خاص بالدي لايت اي ام. تقدر نيجي هنا نقول له عايزين الـ AM run detail، فيبدأ بقى يقولك الاكستيرير وول، التوب بتاعك لحد فين وهكذا. طيب ممكن تقول له بقى اعمل run للـ LCC data، تبدأ تشوف السنين، الكوست، الديسكريبشن بتاعك، هنقول له finish. هيبدأ بقى يعمل run للـ EEM. بعد كده بعد ما خلصنا ديت هندخل بقى في السيموليت بيلدينج بيرفورمانس. بيقول لي تعمل اي ام ران لايه، فبختار الحاجات اللي انا عايزها. ممكن تعمل سيلكت لبعض العناصر وبعض العناصر لا، وبعد كده تقول له انا عايز اعمل سيموليت. فهو هيعمل هو اللود فايل بروجريس. فبيقول لك ان في ثلاث كومبليت سكسسفلي، الحمد لله. تقدر تشوف السامري، تقدر تشوف الديتيل، تقدر ترجع للانبوت لو انت عايز تعدل فيهم زي ما انت عايز. خلينا نشوف السامري اهو بالشكل دوت، طلع لنا الالكتريكال وطلع لنا الجاز وطلع لنا النتائج. البرنامج لسه كبير جدا، الشرح بتاعه هياخد مننا كذا فيديو، فخليكم موجودين معانا ان شاء الله تمام. يعني ان شاء الله اللي جاي هيكون اقوى باذن الله. طيب عشان ترجع هتدوس هنا، تبدا بقى ترجع للشاشه الرئيسيه، بدل ما احنا كنا واقفين في شاشه ومش عارفين نخرج منها ازاي.